السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أخرى من سلسلة شهيوات ريحانة، كما نقدم لكم اليوم إن شاء الله تيبا مورق، وصفة ناجحة مليون في المئة كما كتلاحظوا معي الشكل ديالها. كتجي مورقة وخفيفة بزاف، وصفة اللي ناجحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة أخرى من سلسلة شهيوات ريحانة، كمان نقدم لكم اليوم تيبا مورق بطريقة سهلة وناجحة. بسم الله على بركة الله. المكونات عندنا 600 غرام ديال طحين أبيض فورس كيكون مغربل، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز إما هذه الطرية أو الجافة، والكمية كتبقى حسب الجو. إذا كان بارد بطبيعة الحال كتستعملو ملعقة كبيرة، كان جو ساخن كتنقصو الكمية. عندنا بيضة كاملة، 4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي، نفس القياس 4 ملاعق كبيرة من السكر سنيدة. عندنا 7 غرام من خميرة الحلويات، كيس من سكر فانيلا، القليل من الملح، وعندنا الحليب السائل لجمع الخليط. الحليب غادي نذكر لكم القياس، كيكون دافي. هذه هي المكونات الأولى للعجين، كيس من سكر فانيلا ورشة من الملح، 7 غرام من خميرة الحلويات، عندنا سكر سنيدة. هنايا ممكن نزيدوا الكمية، كما ممكن أيضا نقصوا الكمية. بيضة، عندنا الزيت، كنبداو نجمعو بالحليب الدافئ. هاد الكاس راه غير كافي، غادي نزيدو كمية أخرى من الحليب، نحاول نفرغو على الخميرة السكر. كنحصلوا على عجينه اللي كتكون رطبه، ما خصهاش تكون قاسحه. كما شاهدتوا معايا الكاس الثاني ديال الحليب، غادي نبدا كنضيف شويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه اللي كتكون رطبه ما تكونش قاسحه، وغادي ندلكوها شويه باش نمروا للتوريق ديالها. استعملت الكاس الثاني، صافي هذا هو القوام المرغوب. كتكون عجينه هكا يعني مرخوفة، ما تكونش قاسحة. غادي نجمعها وكندلكوها شوية حتى كتكون لينا عجينة اللي لينة ورطبة. هذا هو القوام المحصل عليه كما لاحظتوا. كنستعين برشة من الطحين وكندلك العجين ديالي. هنا بعد ما دلكتها كما كتلاحظوا معايا كتكون بهذا الشكل، وكيكون القوام ديالها رطب. كنقسموها الكويرات اللي كتكون متساوية، لكم الاختيار اما 6 ديال الكريات اما 8. قسمت العجين 6 ديال الكويرات، كما كتلاحظوا معايا الحجم ديالهم كبير، كما ممكن ديرهم 8 ديال الكريات. كنخليوهم كيرتاحوا 5 ديال الدقائق وباش نمروا للتشكيل ديالهم. بحاجه ايضا الزبده ديال التوريق، خديت هنايا مقدار 150 غرام، غادي نذوبوها على نار هادئه. خذوا اي نوع من الاختيار ديالكم، غير ضروري تكون زبده خاصه بالتوريق. كناخذوا شويه ديال الطحين وكنرشوا سطح العمل، كنوضعوا الكرة الأولى. لاحظوا معايا العجينة كيفاش كتكون مرتاحة وسهل أننا باش نخدموها. غادي نسرحها، نحاول نعطيها شكل مربع من الأفضل. نبسط الكرة الأولى وكنعطيها شكل مربع، نفس الشيء للكرة الثانية. دائما كنوزع شوية ديال الطحين ونعطيها حتى هي شكل مربع. بعد ما بسط الكريات بجوج الأولين، كناخدو الزبدة اللي ذوبنا، كندهنوا طبقة اللي كتكون مزيانة على العجين. قد ما كندهنوها مزيان بالزبدة كتجينا هاد البتيبا مورقة. وهاد العجينة سبق لي وحضرتها معاكم سابقا في كرواسة ديال الشكلاط، وكذلك كرواسة مالحة. نفس الشيء غادي ندهن هذه القطعه هذه.
ناخد قسم من العجين كنقلبو على الجهة الأخرى كما كتلاحظوا معايا، كنحاول أنني نقادهم كيكونوا مقادين، كنبسطوها شوية باليد أو دلاك، كنعاودو ندهنو كمية من الزبدة، كنوزعوها على سطح العجين، غادي نطويوها بحال المسمنة أو الرغيفة العادية، وفي الجهة اللي غادي نطويوها كذلك كنوضعو شوية ديال الزبدة، كمية اللي كتكون قليلة ماشي كتيرة بزاف، وقد ما حنا عطينا لهاد العجين الزبدة كتجينا مورقة وخفيفة أكثر. نفس الخطوات الباقي الكريات ممكن تدخلوها للثلاجة عاد باش غادي نورقوها في آخر مرة. نفس الطريقة درتها الكويرات كاملين كما لاحظتوا معايا، كنحصلوا على ثلاثة ديال القطع، إما كتدخلوهم الثلاجة واحد 5 دقائق أو كتخدموهم مباشرة بما أن الجو بارد. رشيت شوية ديال الطحين في سطح العمل، خديت المربع الأول غادي نبسطو نعطيه سمك رقيق، من الأفضل خدوا الشكل يكون مستطيل بما أن غادي نحضرو منهم بتيبان باش يجينا الحجم ديالهم طويل. كنرقوا العجين ديالنا، كنزولوا هذوك الجوانب غادي نسالهم ما غاديش نضيعهم، كنبداو نقسموا للاشرطه اللي كتكون متساويه، اما كتعبروا بالاصابع ديالكم او كتاخذوا مسطره او كتعبروا سنتيمات اللي كتكون معينه حسب الاختيار ديالكم الحجم ديالهم. انا كل مربع غادي يعطيني 5 ديال تيبان كما لاحظتوا معايا. كناخذوا الشوكولا باطوني اما اللي كيتباع او تاخذوا شوكولا عادي ديال اللي كنحضروا به صابلي، كتقطعوه قطع اللي هكا كتكون صغيره وكتوضعوه في التيبان ديالكم، كتعمروه بالطريقه اللي كتناسبكم. كنستمر انا هكا بنفس الطريقه حتى غادي نكمل. كما لاحظتوا كنضع قطعتين من الشوكولا وكنلوي، ومن الافضل هذاك الشريط الاخير كتضغطوا عليه مزيان بالاصابع ديالكم، يعني العجين المورق باش كيلصق لينا بسهوله ما كيحتاجش اننا نلصقوه. هنا غادي نحاول نقرب لكم الصوره اكثر باش تكون واضحه. كنوضعوا الشوكولا قطعتين، القطعه الاولى بعد ما كان تكون العجين مسرحه، وكنقلبوا العجين وكنوضعوا القطعه الثانيه. هنا هذوك الاولين يعني لويتهم بطريقه اللي كتكون شويه عريضه، هنايا كنحاول انني كنجمع هذيك الطويه ديالهم، يعني نتوما كتحكموا في الشكل ديالهم كما بغيتوا. كنضغطوا على هذاك اسفل الشريط باش كيلصقوا لينا التيبا ما كيتحلوش في الفران. كنستمر بنفس الطريقه حتى غادي ينتهي. كما لاحظتوا معايا كل مربع غادي يعطيني 5، وهذوك بقايا العجين غنحصلوا على قطعتين منهم ما غاديش نضيعوهم، ونفس الطريقه حتى غادي نكمل. كما شاهدتوا معايا كنكمل بنفس الخطوات. هادو دوك البقايا ديال العجين اللي قطعت من الجوانب حاولت انني نسرحهم وطويتهم بحال هكا بهذا الشكل، غادي نخليها ترتاح شويه وغادي نبسطها بنفس الطريقه. تقدر تعطيني وحده تقدر تعطيني جوج. البتي بان كنخليوه كيخمر في نصف المده ديال الاختمار ديالو، غادي ندهنو ببيضه اللي كتكون كامله، كتضيفوا لها اما شويه الخل او شويه ديال الحليب او شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وكندهنهم ضروري ما يخمروا حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. عاد كندخلوهم للفران اللي كيكون ساخن من قبل، كنديروه على 190، بالنسبه ليا كتكون نار من اسفل فقط. بمجرد ما كندخلو الصفيحه للفران كنديرو على 180، كنخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم كيتحمروا، ونتلاقاو مع الشكل النهائي. بالنسبه لهذوك بقايا العجين عطاوني جوج بتيبان، غادي نغطيها ونخليها تخمر كما ذكرت لكم في نصف المده ديال الاختمار. غادي ندهنها بالبيض كما ذكرت لكم، كتضيفوا الخل او الحليب او قهوه سريعه الذوبان، غير ضروري ما كتخمر. لاحظوا معايا هنا بدات كتخمر، في حاله لاحظتوا ان التيبان ديالكم طالع شويه كتحاولوا انكم تهبطوا هكا باليد حيت مازال غادي يخمر وغادي يتنفخ في البران. البتيبان بدات كتخمر كما كتلاحظوا، كندهنها بهذه المرحله ونخليها واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، عاد كندخلها للفران كما ذكرت لكم كيكون ساخن من قبل. مكونات التزيين، خديت هنايا لوز كونكاسي محمر، ممكن تعوضوه برقائق لوز او بكاوكاو كونكاسي او كاوكاو افيلي كتحمروهم، وعندي الكونفيتير خديت هنايا المربى
ديال المشمش باش غادي ندهن التيبان ديالي وغادي نزوقها باللوز. كما ممكن نزينوها بحسب الرغبه ديالكم، ممكن ديروا غير سكر كلاصي من الفوق او شوكولا على الخطوط اللي بغيتوا، هادشي كيبقى حسب الذوق ديالكم. الشكل النهائي للتيبان بعد ما خرجتوه هنا مازال سخون كما كتلاحظوا معايا مباشره من الفران، كيجي خفيف بزاف. كنحصل على بتيبان مورق وخفيف بزاف، خفيفة لدرجة كبيرة. كناخدو كمية من المربى، كندهنو الوجه ديال بتيبان وكنوضعوها في اللوز كونكاسي او كاوكاو كونكاسي حسب الرغبة ديالكم وحسب المتوفر. المهم طريقة تشكيل البتيبان طريقة ناجحة سريعة، وان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم باذن الله. هذا هو الشكل النهائي، كنقدموها بصحه والراحه، راه كتجي هائله، كتستحق التجربه ديالكم. كيف ديما ما تنساوش وضع لايك للفيديو وبارطاجي مشاركته مع الاصدقاء. نشاهدوا مع بعض الشكل ديالها من الداخل، كتجي هائله وحتى الرائحه ديالها وقت الطهي كتجي ممتازه وخفيفه بزاف. لاحظوا معايا كتجي هنايا مورقه وخفيفه، كتكون رطبه من الداخل والقشر اللي الفوق كيكون مقرمش، يعني شبيهه 100% ببتيبان المخابز. وصفه اللي سهله وبسيطه كنحضروها في البيوت ديالنا. لاحظوا معايا الطريق ديالها كتجي خفيفه بزاف، كتجي ممتازه ومقرمشه من برا.